يا رجل مو معقول ما عاد ينعاش بهالبلد نهائيا. لك شو هاد؟ لك 3 كيلومتر بيوقفك شرطي وبيخالفك؟ لك والانكه من هيك بيسحب لك وراء؟ طبعا بفكر راسه يروحوا يركضوا ويدفعوا المخالفه، اما اذا اخذوا الوراء بيضطروا يروحوا يدفعوا ويجيبوه. لك يا اخي الناس وين بدها تركض؟ ما السياره اخر شيء ما بتترسم اذا مو مدفوع المخالفه. لك والله ما بعرف يا اخي، اذا بدهم يريحوا المواطن وقلبهم عليه يعطوا للشرطي دفتر ايصالات بيدفع المخالفه بارضه الواحد وخلصنا. عن جد معك حق مراد، ما شفت رفيقك شو قال هداك اليوم؟ قال في دول بس يتخالف الواحد تتحول قيمة المخالفة على البنك وبينخصم من حسابه، وهيك لا بيروح وبيجي لا بيوقف على طابور طويل وعريض. عن جد ما بقين عاش بهالبلد. شيلنا مسيرة وخف لي حالك شوي خلينا نلحق المواعيد. يعني هو مواعيده عربية. لك هذا مصطلح جديد، الله وكيلك وقت بيكون عندنا موعد مع ليجان او مع خبراء بيقولوا لنا بلا مواعيد عربيه، ها، لانه هن بيعرفوا اذا الموعد الساعه 5 بصير الساعه 7 واذا الموعد يوم احد بصير يوم 2. لكن يا سيدي دخيلك اساس شغله كثير غريبه عنا. هي نحن موعدنا مع الزلمه الساعه 11 وهلا 12 ونص ولسه بدنا نص ساعه لنوصل لعنده، وبجوز نروح لعنده نلاقي نسيان الموعد كله. لك هذا كله كوم وحوادث السير كوم. لك حكى لي في مرة عايش بأوروبا صار معه حادث سيارة، قام نزل الزلمة صاحب السيارة الثانية اعتذر منه وضيفه سيجارة وقال له لا تواخذنا وعطاه كرته كمان ودق لشركة التأمين وهن تولوا الموضوع بكل بساطة. مثل عنا بصير الحادث هون بتلاقي الدم صار فورا للركاب. مو معقول. لك يا حيوان مالك شايف والله، لا لا انا ابو اللي عطاك الشهاده. لك شو ضربك العمى؟ راكب سياره عاليه زين لشو؟ شو هذاك يا اخي؟ لك انت مو شايف؟ لك رح تطلع فوقنا. الحمد لله على سلامتكم يا شباب، ولا يهمكم حديد بحديد ولا يهمكم، ان شاء الله ما صار لكم شيء. الحمد لله على سلامتكم. لك اخذ يسارك ومسرع، لك قول في بشر بالطريق مو بهايم. لك شو عملت؟ حقكم علي يا جماعة، أنا بتحمل كامل المسؤولية ولا يهمكن، ما بدك إياها ترجع وكالة ولا يهمك. أنا آسف بعرفكم على حالي، أنا اسمي شوكت يوسف، رجل أعمال عايش بأوروبا، ومبارح وصلت على الشام ولسه ما شفت أهلي، فبتمنى أنه ما في داعي للشرطة، يعني خلونا هيك نحل الموضوع سلمي. وهي كرتي، شرف أستاذ، هي كرتي. بس سيارتي تضررت كتير، بدها 200,000 ليرة لترجع مثل ما كانت. 200,000 وحبة مسك فوقهم، لا تاكل هم. ما بدك سيارتك ترجع وكالة؟ خلص لا تاكل هم، وبهالأثناء رح استأجر لك سيارة على حسابي مشان ما يتعطل شغلك. شو رأيك جمال؟ خلص شو بدنا نساوي يعني؟ خلص يا شباب لا تاكلوا هم، بعدين معقول عم نحكي بالحديد والمدام، المدام ما تطمنا عليها قاعدة بالسيارة. سلامتك يا مدام، أرجيني يا الله يا الله، معكم سبيرتو شي؟ لا ما معنا. لازم نعقم الجرح، أنا بدي أدبر حالي ولا يهمك. طولي بالك طولي بالك. معكم محارم؟ ايه في ليش؟ قرب قرب. شو هاد؟ عرق عرق مثل سبيرتو، نفس الشيء. منين بدي ادبركم سبيرتو؟ شوي 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 يا اخي. اسف اسف. ايه حطوا على الجرح قبل ما يلتهب. ايوه هات 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 شوي. طولي طولي بالك. هات شوي طولي. هات 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 محارم. ايوه لك شوي شوي يا اخي، سأسأتنا عبيت الدنيا شوي. سلامتك يا مدام، سلامتك، ان شاء الله الف سلامه. سلامتك حبيبي، سلامتك، سلامه عمرك. طولي طولي بالك طولي بالك. اذا حاسه حالك تعبانه بنروح على المستشفى دغري. ها لا ما في داعي، بس دايخه شوي. سلامتك حبيبتي، سلامتك سلامتك. ايه معلم على كوع جنينه مزبوط. ماشي انا اتركه، مع السلامه. شرفوا يا شباب شرفوا، خلينا نتفق على التفاصيل. يلا حبيبتي منيحه انت. لك أنا تفاصيل بدك تتفق عليها؟ لك هي 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 شو بده يصلحها هي؟ لك هو يا استاذ خلص ما بدك اياها ترجع صاغ، خلص ولا يهمك. وانا منين مدبر سياره هالعشر ايام؟ انا رح دبر لك احلى سياره. خلص هو يا استاذ خلص ما بصير اللي بده اياه. خلص هو بصلحها.
يا لطيف يا لطيف، مين اللي اتصل فينا؟ أنا اسمي عبد الله كرماين. شوف يا سيدي سيارتي كنت ماشي وعم بلف لكم وعم ليك هدول السكرانين والمخمولين. شم يا سيدي شم ريحة الحرق الفايحة. الله وكيلك سكرانين ما بعرف شلون بدي اتعامل معهم. ليك الله لا يوفقك، انتوا يا حمارة ولا سيارة هي انتوا تشربوا الزك؟ سكوا انت وياه. ابو يحيى ساوي تقرير بالحادث وحط الانيني مع التقرير مشان نتحفظ عليها. بعدين سك عم تشربوا بندوراي خياراي قرص شانجليش تضرب منك له شطرنش. والله لعن ابو اوروبا اللي طالعتك. شفتوا سيدي شفتوا شلون عم يهلوس؟ مو معقول سيدي، انا عايش باوروبا؟ ما في هيك شيء باوروبا بنوم واحد سكران بنص النهار ماشي وبيضرب سيارات العالم؟ والله ما عندنا هيك شيء باوروبا يا استاذ. ما تؤاخذنا يا استاذ، هدول سرسريه يعني، هدول مو كل البلد نموذج سرسري. شو نعمل له؟ رخوا له الحبل كثير ونحن مربطين لايدينا ما طالع بايدنا شيء. مشان الله ما تؤاخذنا، تفضل انت توكل على سيارتك واطلع. الله معك، انا بشوف هالنماذج هي وبفرجيك شلون بتعامل معها. توكل يلا. الله معك ميسره. سلام مع السلامه يا استاذ. الله معك الله معك. شحطوهم يلا شحطوهم. طول بالك خلينا نفهمك شغله. صعدوا يا اولاد صع. سيدي المدام لا معنا معنا. توكل توكل انت تفضلي مدام. سلي يلا تفضلي اذا بتريدك يا ابني شافتي على الحادث. تفضلي يلا طلعوا لنا في تفضلي طلعوا بالمكان. تفضلي ما في محل معنا سياره ثانيه. تفضلي الرابعه تفضلي.